عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم حمادة من قناة حمادة دي جي. إن شاء الله النهاردة هنحكي عن الأوبتيكال ديجيتال أوديو، ولد أمريكا اللي قعدت عشانها شهرين ديت، وهنحكي عن الزيرو باور 600 سيمفوني، وهنحكي عن الزيرو باور 660 اللي هو بالفلاشة. نحكي الأول عن الأوبتيكال دي، بيجي معاها كتالوج بيوريك ازاي تتركب، سهل انا مش صعب. كابل باور 5 فولت، ودي بقى دي اللي قعدت عشانها شهرين يا جماعه. دي بتيجي من امريكا، اسمها اوبتيكال ديجيتال اوديو، محول اوبتيكال ديجيتال اوديو، بمعنى الشاشات الحديثه بتنزل دلوقتي ما فيهاش ار سي زي كده او صوت، لا بتنزل الصوت فيها ضوئي بصري، أو الصوت فيها ضوئي بصري. الضوء البصري بينزل له كابل اسمه اوبتيكال، كابل اوبتيكال فايبر، يركب هنا يحول لك الضوئي لانالوج اللي هو توصله على زيرو باور زي كده، او توصله على صبايه عندك، او توصله على هوم سيتر، او توصله زي ما انا عامل عندي. دي هتوفر معاك مبلغ كبير خالص، اسمها اوبتيكال ديجيتال اوديو، بتحول الصوت الضوئي، الصوت بيطلع ضوئي من الشاشات الحديثه دلوقتي دي، بتحوله لايه؟ لانالوج اللي هو الصبات اللي عندنا في مصر يعني. وده الزيرو باور 600، وده 660. احط الاتنين مع بعض كده، الاتنين دول هما زي بعض بالظبط، فرق الفلاشه. نيجي هنا كده، ده تريبل، اتنين تريبل، واحد ميد رينج، وواحد بيز، وده صباية، وده يمين وشمال فيدر، وده تعالي وطط منه الصباية، وده فوليوم تعالي وطط. ده بينغم معاك الصوت، مفهوش أي باور، ده بينغم الصوت بس كويس، بينغم، بينفع في الإيه لو أنت هتركب عدد صوت ولا حاجة. نرجع تاني لديت، عرفت دي بتعمل ايه يا جماعه؟ دي بتحول الصوت من ضوئي لانالوج، انالوج يطلع الصوت منها على صبايه، على هوم سيتر اهي. موضوعنا النهارده عن الاوبتيكال والزيرو باور، عرفت دي بتعمل ايه وعرفت ده بيعمل ايه. لو عجبك الفيديو دوس لايك وسبسكرايب وشارك القناه. معكم حمادة دي جي.